السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد البنات. جيتكم بواحد الرغيفه تاع البنات زوينين زوينين على المناسبه ديال العيد ان شاء الله يا ربي، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. ومشيت لواحد الرغيفه تاع البنات اللي هما ساهلين 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 بزاف، قلت علاش ما نبارطاجيهمش معاكم، وكنتمنىكم البنات تجربوهم وتخلوا لي التعاليق واش عجبكم ولا ما عجبكمش، وان شاء الله يا ربي الا قدرني الله مازال غادي نعاود نرمي لكم نوع اخر. المهم انا بديت لكم بواحد النوع اللي ساهل، وما تنساوش لي بارطاج البنات ولي لايك ودعموني يا البنات، دعموني باش القناه ديالي تزيد شويه لقدام. وتنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. صافي دابا غادي نبداو في المقادير. عندنا هنايا واحد 4 الكيسان ديال العلبه بالعباره البنات ديال الطحين الابيض، هو لا فارين. عندي هنايا بيضه، عندي هنايا واحد المعلقه ديال الزيت، زيت عاديه. وعندي هنايا واحد الساشي ديال الفاني، وعندي هنايا معلقه ديال الزبده. ملحة على حسب الذوق، ضروري ندير لكم شويه الملحه. غادي ندير واحد راس معلقه ديال القرفه، هكا يا البنات غير واحد شويه. هاد الرغيفات هادو ما بغيتش ندير فيهم النافع ولا حبه حلاوه، بغيت نديرهم رغيفات عاديين، ما بغيتش داك اللذه ديال النافع وديال حبه حلاوه، ما تعجبونيش انا في الرغيفات. نتوما الا كانوا تعجبكم تقدوا ديرهم فيهم. صافي هادشي هو اللي عندي البنات. عندي الماء عادي باش غادي نجمعهم، ما فيهم لا خماره لا حتى شي حاجه، غادي نجمعهم بالماء بارد، ما نديروش الماء سخون. هاد الرغيفات البنات ثقوا بيا راه كيجيو زوينين بزاف، وغير بعد الكيسان كيعطيونا واحد الكميه كبيره بزاف. شويه بشويه ما نجريوهمش بزاف، لحقاش غادي نورقوهم، وإلا جريناهم البنات ما نقدوش نورقوهم. هادو هما المقادير اللي غندير فيهم البنات، ما غنزيدهم حتى شي حاجه، الماء غادي نزيدهم هاد القطيره هادي ديال الماء وصافي، ونجمعهم فهاد شويه ديال الماء. هانتوما الكاس هاش بقى منه، الكاس راه ما كانش عامر وخليت منه هادشي، غادي نجمعها ونرجع معها. دابا البنات العجينه ديالنا خليناها ارتاحت، خليناها ارتاحت واحد الساعه. عندي هنايا المايزينا البنات واحد شويه هكايا، غادي نقطع على قد هكا. نحاول ندير هاد الكويرات البنات قد قد. جبت انا قسم نزيدها حتى نجيبهم قادين، الا بغيت تقدو تعبروهم عبروهم البنات علاش لا. هكايا انا غادي نروح واحد البلاطو غادي نغطيهم ان شاء الله واحد البلاستيك باش يجوني ساهلين في الطليق، ملي بغيت نطلقهم المدلك ما يعذبونيش. دابا البنات راه طلقوا لنا، انا راه بديت كنطلق، هانتوما شفتوا انا درتهم البنات غير هكايا صغار، تقدو نتوما تكبروهم شي شويه، انا درتهم على حسب هاكم تنصغروهم تنغلبو عليهم في الطليق وتنغلبو عليهم باش نورقوهم. هانتوما غادي دابا نبقى نطلق، وكل طبقه غندير فيها 6 ديال الخبيزات بحال هكايا، نطلقهم ونديرهم وحده فوق وحده، وانتوما تبعوا معايا وتشوفوا. نطلقوا
نطبقوهم بالماء زينه البنات، ضروري الماء زينه. الا عندكم المدلك رقيقه البنات حسن، انا تصاب عندي غير هذا، تيكون المدلك غليظ كيعذبنا شويه. ندير وحده فوق وحده هكا حتى ندير سته. غنمشي البنات هكايا حتى ندير واحد سته هنا وغادي نرجع معاكم. ها نتوما يا البنات دابا راه سته ديال 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 سته ديال الخبيزات اللي دخلت هنايا ها نتوما، وترققها حتى كنردها هكايا ها ورقه رقيقه حتى درت سته. دابا غادي نطلقها، غادي نحاولوا نقادوهم باش ما تكونش وحده شايطه وحده هكايا ها، ونطلقوهم. الاختيار كيبقى لكم البنات، اما تلقوهم بالعرض ولا بالطول بحال بحال ماشي مشكل، ولكن تلقوهم مزيان. قد ما طلقناهم وقد ما ورقناهم هما تيجينا كيجيونا الرغيفات ديالنا مزيانين، بس ما يجيوناش اي معجنين. نطلقوا المايزينا دائما ورقوهم بالمايزينا، ونعاود نطلق بالعرض. هادو البنات الاخرينات ها نتوما واحد سته اخرين دايراهم انا هنايا، وتندير لهم هاد هاد البلاستيك باش كيطلق ليا ملي كنبغي نطلق بالمدلك تجيني ساهله. دابا البنات ما غاديش نبرم، غادي نطوي، غادي نطوي، ما غاديش نديرهم هكايا ها نتوما كتشوفوا ها، غادي نبقى غاديه وتنطوي فيها هكا. انا بغيتها تجيني على هذا القياس هذا ها، بغيتو تجيكم صغيره زيدوا نقصوا هذا الطويه، بغيتو تصغروا صغروا، بغيتو تزيدوا تكبروا كبروا. تجيب هذه القناط هادو هكا، غادي ندير الماء البنات. ما ننصحكمش ديروا البيض، البيض راه كيخسر الرغيف، ملي كنبقاو نقليوهم في الزيت راه كيخسرهم. المهم غنديروا غير الماء باش هاد هاد القناط هادو ها ما يتحلوش. ومنين غندير هاد هذا ها ونبرك بيديا ونقاد هكايا، ونديرها هنا نعاود الزفرة نطلقها ونطلق الأخرى إن شاء الله ورجع معاكم. وراه طلقات غادي نجيب المدلك وغادي نبرك عليها هكايا نطلقها باش متبقاش لينا الرغيفة ديالنا، متبقاش لينا الرغيفة ديالنا غليظة، متجيناش معجنة. سمحولي عندي البلاط طهاي معريتش كنتعذب فيه في الخدمة هكايا، نبقى نمشي نزيد نطلق. نطلقها في البلاطو ديالي هكايا،
هو راه كاين فيهم الشكل والنوع البنات. انا مشيت لكم غير للرغيف الساهلين البنات، في نفس الوقت كيكونوا ساهلين وتيجيو مرقين. حنا كنقلبوا دابا غير على الساهل. غنمشي هكا البنات حتى نكمل. البنات انا بديت كنطيبهم، غير هو البنات النوع ديال هاد الرغيفات هادو نوعهم من نوع بحال الشكل ديال البريوات. كاين اللي كيشد الزيت هكا هي سخونه طايبه وتيرمي فيها البريوات، كنهضر على البريوات ديال اللوز، وتيبقاو هكا هي البريوات ديال اللوز دغيا كيتزلفتو. ومني كنحيدوهم وترميهم في العسل واحد ميم با جوج سوايع كتولي هذيك البريوه هكا ديك لاباط ديالها كتولي صافي عجينه. خاص لا رغيفات ولا البريوات ولا شي حاجه كي كتقلى في الزيت، خاص الزيت ملي تحطوها فيها يلاه تكون دافيه وما تجهدوش عليها البوطه باش يجيونا مقرمشين. نختار ناخذ الوقت وتجيني ديك الحاجه هي هذيك، ولا نزلفتها وتجيني ماشي نتعذب عليها هكاك لله في سبيل الله. العسل ديالي البنات رانا درته في هذه المقله هذه، هانتوما كتشوفوا هذه المقله هذه اللي شويه متيسعه، والعسل ديالي ذوبته. هانتوما يا البنات دابا غنحيدهم من العسل. شتو ضروري يا البنات ما خصنا نديروا ليهم نعمروهم بالعسل. هكا يا البنات شتو ملي كيتنفخوا لينا هاد الرغايف، ملي كنشوفهم منفوخين كنعرفوهم بلا راه صادقين. هذاك النفخ البنات في التالي تيولي هو اللي معمر بالعسل. وغادي نحاول ان شاء الله، انا بديت لكم بالساهلين كاع البنات، وغادي نحاول ان شاء الله نرمي لكم الوعات فرين. العيد هذا ان شاء الله قريب، راه تيصبروا البنات سيمانه ولا كاع حتى اكثر من سيمانه، غير خدموهم البنات مزيان وعطوهم الخاطر. نديروا عليهم شويه ديال السمسم. ضروري ندير واحد شويه ديال السمسم البنات، غير انا ما تنبغيش فيهم داك الكو ديال حبه حلاوه وديال. هانتوما شتو كي كيجيو، هانتوما خاوين البنات من الداخل كلهم مقرمشين. هانتوما شتو